أجمل شيء في الدنيا يكون عندك هدف وعاوز تحققه، والأجمل إنك تقدر تحققه. وده اللي لفت نظري في حكاية الست لوزة. الست لوزة اتجوزت وعمرها 13 سنة، وبعد 10 سنين من الجواز قررت إنها تمحو أميتها وتتعلم، وشجعها جوزها على استكمال تعليمها. عارفين وصلت لفين؟ للماجستير. تعالوا بقى نقول لها مبروك ونعرف تفاصيل كفاحها مع الأمية وإزاي قدرت تنتصر، ونقول لها برافو عليك. اتجوزت انا عندي 13 سنة واربع شهور. ما حرفنيش الحظ ان انا اتعلم وانا صغيرة. رحت ازور بتخالي، ايد بنت خالي هي قد باليوم، تمام، بتعلم بنات محو أمية في البيت. فقلت لها يعني انا ممكن دلوقتي اتعلم القراءة والكتابة؟ قالت لي ايوه، هتيجي وعلمك الحروف والقراءة والكتابة وتبقى كويسة خالص. فالمهم روحت البيت بقول لمحمد، يا محمد انا عايز اتعلم. قال لي هتتعلم؟ قلت له عايز اروح محو الأمية. راح قال لي يا بنتي وانت اصلا خلاص كبرت مش هينفع وانت مش فاضي. المهم ربنا كرمني وخدت ثانوي عام، وبصيت لقيت نفسي اخش ايه بقى، اخش الكليه. انا ما كنتش اتوقع ابدا، انا يعني انا موضوع اعداد وثانوي وجامعه ده لا كنت اتخيلها. انا اي عايزه اقرا واكتب واتعلم واقرا القران واحفظ القران وكده، مش في دماغي اصلا ان انا هوصل لكده خالص. بس محمد طبعا بوقوفه جنبي ومساعدته ليا ومساندته وتحدي الناس، يعني هو تحدي الناس بيه انا حسيت كده. فجيت بقى عند اختار الكليه، يا بنت اختاري بقى الكليه. هو انا اختار الكليه؟ قالوا ايوه اختار الكليه. بصراحه كان موقف مش انا مش متخيله. فانا اصريت ان اروح الكليه خدمه اجتماعيه، ورحت الحمد لله. بس اتخرجت من الكليه ورحت مقدمه تمهيدي ماجستير. فبصيت بقى لقيت ايه بقى، المحافظ بني سويف بعتني، يا لوزة امورينا انت عايزه ايه، تشتغلي معانا؟ قلت له اشتغل، انا بغير التغيير كلي، انا فين؟ انا من اميه ما بفهمش اي حاجه في اي حاجه غير في الزرع وفي الطيور وفي البيت، لان اخش اكمل اخش اتعلم واشتغل واقعد على الكمبيوتر. انا بشتغل في مركز التكنولوجي المركز مدينه ناصر، يعني انا ما كنتش اتوقع ابدا ان انا، وبعدين مش شغاله مش موظف عادي، انا مشرف نظام، يعني مش في نظام على المركز التكنولوجي بناصر، يعني حاجه برضو مش قليله. يعني انا اشكر محمد جوز، ان بصي مهما قلت راجل وقف جنبه وساندني في عز ما كان مرتبه قليل جدا، ده اتحدى عمامه واتحدى جيراني واتحدى الناس كلها. وانا اتمنى كل راجل يقف مع زوجته ومع اخته ومع بنته ويعلمها، لان اتمنى ان الناس كلها ان نمحو الأمية فعلا من مصر كلها. لوزة كانت عندها الرغبة في التعليم، والحمد لله متفوقة في بيتها وفي شغلها. شخصية لوزة تغيرت تغيير كلي، من الأوحش للأحسن ومن الجهل للنور، وحتى في الحوار، في أسلوب الحوار والكلام والمعاملة مع الزوج والمعاملة مع الناس والمعاملة مع كل البشر. أنا بناشد كل راجل، كل رب أسرة أنه معاه بنت أو زوجة مش متعلمة، على قدر الإمكان يشجعها أنها تتعلم.